تركوا أماكن عملهم في المستشفيات ووقفوا يحتجوا ضد التجاهل الحكومة لمعاناة المرضى وضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم أو توفير طواقم طبية، فوزارة الصحة تتجاهلهم رغم الخطوات الاحتجاجية. فيش تطورات جماعة، مفكرينها فيش أبو للموضوع. 2 مليون بني آدم فيش مستشفيات، والدولة قاعدة فيش شيء، مذكرين جماعة بيشتغلوا عادي ولا كأنه في شيء. خطر نقص الميزانيات لم يعد قريبا بل واقعا مؤلما تدفع ثمنه الطواقم الطبية التي باتت تئن تحت ضغط العمل. في عنا نقص كبير بالطاقم الطبي، يعني مفروض يكون في عنا عدد معين من الممرضين بشكل يومي كل يوم، فإذا واحد بتغيب فيش حدا يسد عنه، لأنه المسؤول بقول فيش تكانيم، مش قادرين نستقطب طاقم، مش قادرين، فيش عنا تكانيم ناقصة، وزارة الصحة مش معطية، فإحنا هذا بسبب لنا ضغط بزيادة، يعني بصير علينا ضغط المفروض يتقسم على 2 بصير يتقسم، الضغط بتقسم على 2 بصير يتقسم على 1. ليس عدم تمرير الميزانيات هو خطأ الحكومة الحالية الوحيد، بل تأتي الأخطاء تباعاً، مثل قرار افتتاح مستشفيين حكوميين جديدين ليس من نصيب المجتمع العربي واحد منها. هناك أيضاً هذه الحكومة تقول أنها تخطط لبناء مستشفيين جديدين، واحد في الجنوب في بئر السبع والآخر في كريات آتا. لماذا كريات آتا؟ قلنا لهم أن من حق الجماهير العربية في الداخل أن يكون لها مستشفى حكومي الأول، وليس فقط المستشفيات الخاصة في الناصرة، ولذلك هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط بصحة وسلامة أهلنا. قام الأطباء المنهكون بإغلاق الشارع علهم يجبروا الحكومة على الإصغاء لهم بعد أن لم تحرك ساكناً لإغلاق الأقسام الطبية لمرضى الكورونا. ليس جديداً احتجاج المستشفيات العامة، ولكن الجائحة ضاعفت من المعاناة، وحكومة عولت عليها القيادات الطبية تقودهم لخيبة أمل جديدة.